السلام عليكم. اليوم التاني رايحين نتمرن فيتنس بقى. يا رب الفيديو الاولاني يكون عاجبكم بس وعملتوا سبسكرايب وكده. يلا بينا نتفرج على التمرينه دي كمان ونتكلم بعديها. سلام. تاني يوم خلص تمارين فتنس. للأسف ما كملتوش، كان ناقص لي 3 تمارين بس ما قدرتش أكمل. بصراحة التكييف كان عالي جدا فما قدرتش أكمل النهاردة التمرين بسبب التكييف والساعة، بس عامة حلو يعني 3/4 ساعة فتنس كويسة جدا يعني بالنسبة لتاني يوم. إن شاء الله نظبط أحسن بعد كده ونيجي الصبح بدري بقى، طالما الجو فيه ساعة وكده فنخلينا الصبح بدري أحسن مع نفسنا كده. شكرا والسلام عليكم.